السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة كده يا حبايبي، نصلي على النبي على افضل الصلاة والسلام، نصلي على النبي كتير يا اولاد. تاني حاجة يا اولاد، احنا البطاية اللي كانت راقدة معانا مطلعة يا اولادي، يطلعوا يجي ستة هما والبيض تحتها الباقي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بصوا تقريبا من الحر مفقس، مش عارفة، كبس وبيض. الجو حر جدا يا ولاد، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هي قاعدة راقدة عليهم على فكرة البطة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، عايزة تاكل ايدي. بصوا هي قاعدة راقدة. بصوا لسه يعني عندها امل ان هم لسه فيهم عيال. على العموم يا ولاد، انا كده هحوش البطيات اللي تحتيها دول، الستة دول يا حبايبي هنحوشهم، لان الدنيا حر هنا فوق مش هينفع نسيبهم. احنا هنحوشهم من تحتها حبايبي، والبيضات الباقيين هتفضل نايمة عليهم. انا هشوف برضي هتابعها يوم او اتنين، لو لقيتهم مفقسوش يبقى هم خربانين، هحوشهم من تحتيها. فالحمد لله ولاد برضي يعني طلعت ستة كويسين، الحمد لله والشكر لله. رضا يا ولاد مع البطايه اللي تحت يعني كويسين جدا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هم رايحين ليها طلعوا رايحين عندها، كيف داخلين عندها جوه. بس والله يا ولاد هنا على السطح حر جدا جدا، انا هاخدهم معايا تحت في الشقه في الهوا زي ما اخدت اخواتهم قبليهم اللي انا كنت حاطه معاهم امهم يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. احنا معانا كده اولاد، هنا كمان البطايه الثانيه الرقده. بس يا اولاد والله حر كتير. بصوا هنا رقده ثاني برضو اهي، لسه دي ايه، ربنا يستر على البيض. برضو البيض يا اولاد سخن جدا ملهلب، ربنا يستر على البيض. والله البيض بيبوظ يا اولاد من الحراره، حراره جامده. هي برضو رقده يا اولاد، ربنا ادعي يا ولاد بضحد ان شاء الله يطلع عمران، يعني ما يكبس منه حدا من الحر. هنا يا ولاد معنا برضو واحدة تانية، هي رقدة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هي رقدة تقريبا على 14 بيضة برضو. وفي هنا لسه واحدة تانية يا ولاد، هي بيض تقريبا خمس بيضات، استهلاك البيض. طلعوا خمسة هما، بس حر والله يا جماعة، والله العظيم حر يعني كتر خير والله الطيور. وهنا يا ولاد الحمام طبعا اللي كنت حاطاه هنا حشته وحطيتهم في مكان وحديهم عشان اشوف الموضوع ده بتاع في هنا قطط يا ولاد على السطح اكيد بتغفلني، وانا تحت وبتاخد الطيور، تاخد يعني الحاجة الصغيرة. فانا عشان كده ايه خايفة على البطيات دول، عشان كده انا اخدهم من تحت امهم. هي عايزه ايه؟ مش عايزه تسيبهم، ماشي، بس مش هينفعوا تحتيها. الدنيا يا ولاد حر، اللي عايزه تعمل ازاي عليهم. هي على فكره حطاهم تحتيهم تحتيها وخايفه عليهم زي عينيها. انا كده يا ولاد اخدتهم هما، هي هتطلع على فكرة لما هتلاقيني خدتهم هتطلع من على البيض. من والله مش عارفة يعني، هي هتطلع دلوقتي اول ما هتلاقيني خدتهم هي هتطلع. بصوا هتطلع يا حبايب، اول ما تشوفوا عيالها طالعين اطلع عليهم.
بصي يا ولاد، هما 6 زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا تطلع عليهم تقريبا، فاحنا كده حبايب اللي هما طلعوا من البطاية التانية زي ما انتوا شايفين كده، 6 ما فيش غيرهم. بصي يا ولاد، حتى عطلانين صغنانين، بابهم صغنون كله. بصوا بقى هي طالعه لي ازاي، بقها بتقول لها هاتي ولادي. ما على فكره من امبارح دول كانوا تحتيها، بس كان لسه ما عرقهم ما نشفش تحتيها، فهم كده يا ولاد. انا هاخدهم تحت معايا تحت كده ان شاء الله. اتمنى يا رب كده يكون الفيديو ده الجميل ده عجبكم يا حبايب قلبي، واسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.